وأيوة أنا أول مصرية تحترف في الدورية الأوروبية في كرة الطائرة. كان في محترفين أو محترفات تانيين كانوا سافروا، بس سافروا في دول عربية احتراف. كنت طالبة وكنت بلعب، بس أنا خلصت الدراسة بتاعتي وخلصت 5 سنين اللي أنا كنت ألعبهم، فمش قادر إن أنا أكمل لعب، فقررت إن أنا أحترف وأكمل لعبة. منتخب مصر نكون تمثيل مشرف في أي بطولة بنروحها. عايز أشوف أوروبا اللي بيعملوا، عايز أشوف إيه المستوى اللي بيوصلوا له علشان أقدر إن أنا أرجع ده لمنتخب مصر. فأي حاجة هتعلمها هنا هتفيد منتخب مصر. ده كان الهدف الأساسي بتاعي، لأنه أنا نفسي إن شاء الله نحقق التأهيل للأولمبياد أو نروح بطولة عالم أو نكسب أفريقيا. في أمريكا 5 سنين، فأنا أوريدي كنت برا البلد، فبالنسبة لي الموضوع مش ما كانش صعب قوي. هو سيلن هو صعب شوية، بس ما كانش صعب قوي لأنك أوريدي برا البلد. حلمي طبعا أن أنا أقدر أتحسن وأفيد المنتخب بتاعي، وحلمي أن أنا أتوج أو أكون من أبرز اللعيبة في المنتخب عشان يعرفوا إن مصر أنجبت لاعبات مصرية كويسين ويقدر يحققوا كل اللاعبات الأوروبية يقدر يحققوا.